السلام عليكم ورحمة الله. كده نخوض بخير مزيان. المهم كاينة هاد السلة هادي صباب تينزا. المهم بالنسبة للتمن راه تمن جد مناسب بحال ديما الخوت، فيها تقريبا أقل عدد هو 50 كيلو. هاد السلعة كتمشي بالكيلو، يعني أقل عدد 50 كيلو، بالنسبة للتمن 15 درهم للكيلو. المهم الشكارة كتكون فيها 25 كيلو، يعني كما قلنا أقل عدد هو 50 كيلو ولا 75 ولا 100 ولا المهم كنمشيو بال 25 كيلو. هذا هو اللي كاين الخوت، اللي خاصو شي حاجة مرحبا. يلا السلام عليكم ورحمة الله.